السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم الثلاثاء عندنا، طبعا الاثنين امس كان عندنا اجازه لبردي، واليوم اول دوام. كان يعني اسبوع طويل ما سويت فيه شيء، جالس في الشقه ما تحركت ولا طلعت ولا رحت اي مكان. هذا السبب اللي ما صورت ولا سويت شيء. اليوم دوامي يبدا من الساعه 8، الحين الساعه 7:38، عندي لاب السيركت يبدأ 8 يخلص 10 الا، وعندي الماث يبدأ الساعة 2 يخلص الساعة 3، برضو عندي لاب الفيزيكس يبدأ الساعة 8 ويخلص الساعة 10 في الليل. بحاول اني اغير اللاب ذا اللي في الصباح، بخلي اللي فيه خلاص يعني للعاد، لان اذا غيرته خليته مثلا بعد الظهر فخلاص الكلاسات كلها تبدأ بعد الظهر. فبالنسبة لي يعني يا اغير ذا اشيله بعد الظهر او ارجع الكلاسات كلها في الصباح، يا الصباح اداومهم في الليل، وما عندي الا الكلاس الصباح فبغير ده بحطه بعد الظهر كذا ارتاح، لان اليوم لو اني بداوم كلهم ثلاث شهور دي كامله كذا اجلس الساعه 8 الصباح ما ارجع البيت الى الساعه 10 في الليل، صعبه صعبه. فان شاء الله المدرس يقبل انه يغير لي الكلاس هذا، ابي اقدمه بس لو بعد الظهر، قبل الظهر اوكي غالب، بس اهم شيء يغيره. طبعا اللي بروح له الحين مدرس حق السيركت 1 وهو الادفايزر حق، اذا كانكم تذكرون كل نهايه كل سمستر نروح حق الادفايزر عشان يشوف جدولك اللي بتنزل ويقول لك المواد اللي تنزلهم كذا وكذا، هو اللي ينسق معاي. ف ان شاء الله يقابل، ويلا خلينا نبدا. خلصنا ولا لو بالصعوبة أنا كنت لعبت قدام أول لاب خلص قبل نهاية اللاب 14 دقيقة قبل ما أمشي بروح مستوصف اللي في الجامعة، عندي وصفة أبي أسرق. رايح المستشفى بسوي معمد البنتي للسنة، بتكون تقريبا الشهر الجاي، فبروح هنا بسوي موعد معهم بشوف بنسق على وقت جدولي. What's again? There was a message on the phone here regarding your daughter. Yeah, yeah, I try to call you. I want to make an appointment for my daughter. Okay, and your daughter is 12 months old? It's gonna be next month. And we are not a pediatrician's office. We're an OBGYN office. So I'm okay, thank you so much. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye. انا مكلمهم قبل يومين
وما ردوا علي وسويت مسج لأن وقت ما سوي موعد معطيني ورقة ومحطوط الرقم تحت إنك تكلمهم. كلمتهم وتركت مسج إني أبي أبويتمنت لبنتي. دقوا علي الحين قالوا الرقم غلط فقلت لهم خلاص أنا رايح لهم الحين. يلا Thank you so much. You are welcome. Thank you. خلص من الموعد يوم 10 الشهر الجاي. أفضل شيء أخذه من المستشفى الكب. طبعا خلصنا اليوم. الدوام باقي عندي، باقي عندي الساعة 2 لين الساعة 3 ومن الساعة 8 للساعة 10 بروح البيت الحين شوي بعدين بطلع بروح الكالك الظهر وفي الليل عندي لاب لكن ما راح اصور. ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع والسلام عليكم.